في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن ثلاثة في بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، أراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأتى يعني أتى الملك فأتى إلى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: جلد حسن ولون حسن، ويذهب عني هذا الذي قذرني الناس به. فمسحه فذهب عنه قذره، وأعطي جلدا حسنا ولونا حسنا. فقال له: أي المال أحب إليك؟ قال: الإبل. فأعطي ناقة عشراء، يعني أعطي ناقة حاملة، فقال: بارك الله لك فيها. ثم أتى إلى الأقرع فقال له: أي شيء أحب إليك؟ فقال: شعر حسن، ويذهب عني هذا الذي قذرني الناس. فمسحه فذهب عنه، وأعطي شعرا حسنا. ثم قال: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر. فأعطي بقرة حاملة، فقال: بارك الله لك فيها. ثم أتى إلى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ فقال: يرد الله علي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فذهب عنه. فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة والدا، فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. ثم أتى، يعني الملك، ثم أتى على صورته وهيئته إلى الأبرص فقال: رجل مسكين انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيراً أتبلغ به في سفري. فقال له الأبرص: الحقوق كثيرة. فقال الملك: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص فشفاك الله، وكنت فقيراً فأغناك الله؟ فقال: إنما ورثت هذا المال كابراً عن كابر، يعني عن شريف من شريف، أو عن أب إلى جد إلى جد. فقال له: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. ثم أتى إلى الأقرع فقال له مثل ما قال للأبرص، فرد عليه الأقرع مثل ما رد عليه الأبرص. ثم أتى إلى الأعمى فقال: رجل مسكين وابن سبيل انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال الأعمى: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، وكنت فقيرا فأغناني الله،
فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك شيئا أخذته لله. فقال له: أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. هذا الحديث له فوائد كثيرة جدا، لكنني أقتصر على الفوائد المتعلقة بالتوحيد، وتلك الفوائد هي بمثابة الأصول. ومن الفوائد أن الأبرص به نوع من أنواع الكبر بخلاف الأعمى فبه التواضع، لأنه من حيث الأصل إن لم يعصم الله عز وجل صاحب الإبل وإلا وقع في الكبر والخيلاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الأبرص طلب ماذا؟ طلب الإبل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند مسلم قال: والكبر والخيلاء في أهل الإبل، وقال: والسكينة تواضع، والسكينة في أهل الغنم.